كرم مسعد. النهارده هنتكلم عن تصميم المجوهرات وازاي ان احنا بنستوحيه من حاجه من التاريخ. دلوقتي احنا عندنا جزئيه بتاعتنا ديت من الزخارف. الزخارف بتاعتي دي ممكن اخدها من جزء من جامع او حاجه زي كده، ويفضل ابقى عارف التاريخ بتاعها شكله ايه او تفصيلته ايه. الجزء الموجود معانا هنا اهوت واخد الطابع الاندلسي بعض الشيء، اوكي. باخد منه التوريقه اللي موجوده هنا. حتى الان اللي انا شايفه دوت شكل جمالي او شكل زخرفي، باخده وببدا اعمله عمليه تحليل وتبسيط بحيث انه يوصل معايا لشكل. ببدا اجمع مجموعه مثلا زهور، فالزهره ديت اللي بتعجبني ببدا اخدها واشتغل عليها، فتتحول من الرسمة هنا هو إلى شكل ملخص بالخطوط. باخد الشكل دوت وبيبقى هو البطل بتاعي، وببدأ أحطه مع مجموعة من الممثلين اللي هم مجموعة من الزخارف البسيطة اللي بتشتغل حواليه، وأبدأ أصيغ عليه الشغل بتاعي. الأول طبعا بصممه على ورق كلك ثم بالحفر، ثم بعد ما بخلص ببدأ أطبعه على الورق بتاعي الملون لون خفيف. طبعا ده يرجع لكل مصمم، يعني في ممكن مصمم يحط الشغل بتاعه على ورق اسود، وفي دوت طرق لنقل الحاجه ديت التصميم بتاعي في ورق كربون ابيض، فممكن انقل بيه على اللون الاسود. في الوان بيضاء وممكن اشتغل خلفيه حمراء او زرقاء حسب ما يتراءى لي، بس بالنسبه للمبتدئين بنشتغل على خلفيه تكون الدرجه بتاعتها بسيطه ما بتبقاش قويه او اللون بتاعها ما بيبقاش قوي. طيب عايزين نبدا نلون ديت، ده اللي انا بدي اتكلم عليه دلوقتي. هفترض ان انا عايز ابدا ادي التاثير بتاع اللون الذهبي في المساحه بتاعتي، فببدا املى المساحه بتاعتي كلها باللون الاصفر الذهبي. دايما لما اجي بشتغل في التلوين بشتغل المساحه الخفيفه او المساحه اللي فيها درجه لون خفيف او درجه لون باهت هي الاول، ثم ببدا اخد بعد كده اهوت الدرجات الاكثر غمقان منه شويه او اللي غامق عنه شويه، اوكي. زي هنا كده، تسلمي لنا يا رب، الله ينور عليكي. طيب حتى لو كان اللون بتاعي قريب من الارضيه مفيش مشاكل خالص، بالعكس انا عايز افرقه عن الارضيه، انا عايز ابين ان اللون بتاعي هنا هو اللي واخد الجزء الذهبي. الالوان اللي انا بشتغل بيها انا بفضل دايما ان انا استخدم الوان اللي هي الكيبر كاستل ديت الووتر كلر، اوكي، او اي الوان بنسل ووتر كلر، بيسموها بنسل ووتر كلر. ليه بنسل ووتر كلر؟ اللون البنسل ووتر كلر بيبقى لون سوفت ناعم ما بيرهقش خلال عمليه الرسم، فوانا شغال بيه او النعوميه بتاعته دي بتخليها تنزلق معايا بسهوله قوي وما بيبقاش مرهق زي الالوان الخشبيه العاديه. بالاضافه الى ان انا ممكن اخد الفرشه بتاعت التلوين وابدا اسيح اللون شويه. بعد ما باخده باخد درجه اغمق منه شويه، دايما بشتغل بالدرجه ديت على الزوايا والاطراف، يعني بشتغل دايما على الاطراف. المجوهرات وانا شغال فيها دايما بشتغل على مساحات بسيطه وضيقه مش مساحات كبيره، فانا بالتالي بشتغل بطرف القلم بيبدا يديني التاثير بتاعي على الاطراف فقط، وعاده بتبقى ليارات فوق بعضيها. يعني احنا مثلا هناخد الجزئيه دي كلها ولو مخلصها ونشوف الفرق ما بينها وما بين الايه الجزء الثاني اللي احنا هنسيبه زي ما هو. بعد ما بخلص بالدرجة الأفتح باخد درجة الأغمى، باخد درجة أغمى أكتر بس ما أقفلش على الدرجة اللي أنا كنت شغال عليها قبل كده اهوت. طبعا نعومية القلم بتاعي بتفرق قوي جدا معايا، يعني ممكن وأنا شغال كده اهوت القلم كل مكان ناعم واشتغل معايا بيفرق جدا معايا. ثم باخد بقى درجه البني الغامق خالص، دي بعمل بيه حاجه بسميها روتشه. يعني ايه روتشه يا جماعه؟ يعني باخد
الظل والنور. تسألت قبل كده على موضوع الظل والنور، انا ما استخدمش الظل والنور هنا غير في الاجزاء الدقيقه اللي هي زي كده، بطرف القلم بتاعي وابدا اظلل الجزئيه بتاعتي، الاطراف بس فقط بتاعتها، الاطراف فقط او الزوايا بتاعتي اللي انا شغال عليها كده. وطبعا لو انا مدي الاتجاه النور من ناحيه يبقى الظل من ايه؟ من ناحيه اخرى. زي هنا اهو زي ما احنا شايفين، دي خدت لون واحد، دي اتجسمت بقى في مجسم. في تاتشات بقى احيانا بنعملها اللي هي بقى ايه دي، يعني تاتشات كرم مصعد الحمد لله، يعني ان انا بمسك القلم بتاعي واجي في الزوايا واخد بقلم التحبير تاتشات ظل بسيطه جدا جدا كده، تاتشات ظل بسيطه جدا كده. لو انا النهارده هشتغل على طبعا الجزئيه دي خلاص، انا شايف دلوقتي ورقه شجر متجسمه قدامي، اوكي. طيب انا عايز اشتغل على الاحجار، عايز ابين الحجر بتاعي اللي انا هشتغل بيه، بمسك احد الالوان مثلا، ناخد مثلا اللون الاحمر في الاحجار. الحجر نفسه عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن جزئيه، يعني الجزئيه بتاعتي هي الحجر نفسه، في جزء دايما بيبقى منير جواه. فبعمل ايه؟ باخد حجر حجر واسيب جزء منور جواه، حجر حجر واخد اسيب جزء منور جواه. وفي حاجات احيانا انا بعملها ان انا باخد الحجر او القلم سوري، بجيب طقم اقلام زي دي بالظبط، بس اقلام فلوماستر رفيعه اللي هو السن بتاعها بيبقى 5/10 زي دي، ويكون القلم بتاعي لونه احمر. وبعد ما الون، طبعا الالوان دي خفيفه، القلم لونه تقيل، لون الاحمر قلم التحبير اللي بالالوان الزايديه بيكون درجته اتقل. فبعد ما بخلص بدي تاتش صغير قوي جوه القلم دوت او جوه الحجر بتاعي دوت. واحيانا بنستخدم قلم الكوريكتور، عارفين قلم الكوريكتور بتاع التصحيح معانا واحد ولا؟ قلم الكوريكتور دوت ابدا احط دوتس فيها صغيره كده اهوت، لسعات بنسميها لسعات النور. يعني لو كملت هنا اهوت طبعا الجزئيه هنا بقى اللي احنا شايفينها هنا اهوت فرقت اللون معايا. لو انا عندي الجزء اللي في المنتصف دوت، هتخيل مثلا ان انا عايز اعمله ذهب ابيض. طيب الذهب الابيض والارضيه بتاعتي بيضاء، هعمل ايه؟ باخد الدرجه الجراي الغامقه او السوداء بس مش الرصاص، لازم تكون الوان، وببدا اخد تاثير خفيف قوي واسحب. يعني اخد كده واسحب، يعني ما لونوش كله، ادي تاتشات بس. التاتشات اللي موجوده هنا ايه؟ تاتشات ظل. يعني بص ده كله منير، انا بظلم اجزاء منه، فبالتالي هيبقى جزء منير وجزء مظلم. طيب الجزئيه بتاعتي افترض ان الاضاءه جايه لي من هنا مثلا، فباقي في الاجزاء اللي تحت ديت بقى اعمل ظل خفيف تحت الورقه بتاعتي. عشان يدي لي التجسيم بتاعي برضه استكمله. الجزئية بتاعتي لو انا هاخد لون تاني او درجة لون تاني مثلا اللون الزهري، هنقول عليه هنا الازرق، اوكي. عايز اخد الجزئية بتاعتي دي زهري، وطبعا اللي انا عملته في النص اليمين نفس اللي عملته في النص الشمال. احيانا بيطلب مني بعض الشركات ان احنا نعمل ديجرادي. يعني ايه ديجرادي يا جماعه؟ يعني ابدا اخد الوان احمر في اصفر في برتقالي في اصفر، فابدا احطهم، بس دول لازم يكون في عندي مساحه تقبل ده. يعني زي التصميم مثلا اللي كان موجود في المربعات، ممكن ابدا جزء منه برتقالي ثم احمر برتقالي اصفر، فيبقى في عندي تدريج. طبعا القطع هنا اهوت ظهر الفرق بتاعها جدا ما بين الجزء اليمين والجزء الشمال. ببدا اشتغل طبعا على بقيه التصميم كله نفس الفكره.
تصميم مجوهرات 99 من الشغل بتاعه تفكير، و1% رغبه، وده اللي بيوصل للنجاح. لو انا ربيتي من جوه، عندي رغبه من جوه ان انا انجح واقدم حاجه مميزه، ببدا اخد الخطوات بتاعتي دي، وده اللي بيحول قطعه من الزخارف اللي انا قد اراها في مكان غير مستعمله او يعني هي شكلها زخرفه الى المنظر ده، وبالتالي اقدر اطور اي فكره موجوده عندي واحولها الى قطعه من المجوهرات. تصميم المجوهرات فكر ثم فكر ثم فكر ثم قم بالرسم. تحياتي لكم، كرم مصطفى.